السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب النووي، الله يعطيكم العافية. طبعا أنا بدي أكمل الآن المحاضرة الثانية من السيمي إمبيريكال ماس فورمولا اللي هي شبه التجريبية لحساب طاقة الربط بشكل عام. طبعا في تجارب، طبعا في بعض الصفحات يعني في هذا الباوربوينت، يعني مش ضروري أنا أعطيك الملخص لها مباشرة. تبين انه تجارب ما يلي، بقول لك strong two body interaction same for PP PN and NN. كل التجارب اكدت انه عملية القوة النووية القوية بين جسمين سواء بروتون بروتون او بروتون نيترون او نيترون نيترون بيعطيك نفس القصة. يعني فبالتالي انا البروتون او النيوترون بشكل عام بقدر انا اسميه اسم واحد اللي هو زي ما اتفقنا اللي هو اسم النيوكلون. هذا بيؤدي طبعا في عندك مبدأ باولي في المستقبل راح ناخذ عنه انه يمنع جسمين فيرميونين، طبعا هذا في كل الفيرميونات، جسمين من الفيرميونز انه يكونوا عند سيم ستيت، يعني بروتون وبروتونين مع بعض لازم يكون واحد على الأقل 1 quantum number بيختلف state هذا أو state الثاني، بينما بروتون نيترون هذول 2 different particles، بينما نيترونين نفس الشيء بنطبق عليهم مبدأ باولي، بينما أيضا بنطبق على البي بي لكن بي ان ما بنطبق عليه لأنه 2 different particles. طبعا هذا بيؤدي إلى ما يلي، إنه لما نيجي نحسب يعني according to liquid rub model اللي هو احنا في البداية حكينا عنه، قلنا فيه ان دلائل قوية جدا على اعتبار ان النواة عبارة عن شكلها شكل قطرة سائل، وهذه قطرة سائل طبعا تتشابه مع المادة النووية، في عنا اسباب من ضمنها الكثافة الثابتة المادة النووية، في عندك الساتوريشن والقطر السطحي، قوة الترابط شورت رينج، كل هاي الأمور القصص يعني أدت إلى أنه نعتبر قطرة السائل يعني شبيهة كبير جدا أو عندها شبه كبير جدا في المادة النووية أو التجمع النووي. طبعا قلت لكم مرة في 5 تيرمز، هذول 5 تيرمز هم بشرحوا لك المعادلة السيمي إمبيريكال ماس فورمولا. أول تيرم اللي هو الفوليوم تيرم، الفوليوم تيرم هو يتناسب تناسبا طرديا مع مين A، فلذلك راح يكون عندي A هذا ثابت، بعطيكم اياه من الثوابت هذول بعدين، في A عدد النيوكرونات. بالنسبة للسيرفس، السيرفس تتناسب تناسبا طرديا مع المساحة، مساحة يعني R تربيع، والR الوحدة هو الثلث اذا بتتذكروا القانون، فالR تربيع الار تربيع راح تكون ايش قوة ثلثين. طبعا هون الاشارة السالبة دلالة على انه السيرفس يقلل من ترابط المجموعة النووية داخل النواة، اي ان التوتر السطحي بيعمل على نوع من الخلل في الاستقرار، بينما الفوليوم يعني بيجمعهم الكرة كاملة تحاول انها تجمع النيوكلونات وتزيد من ترابط. هذا بالنسبة للترم الأول والترم الثاني. أما الترم الثالث اللي هي السيمتري، مباشرة تعطيك إياه السيمتري، والفرق بين عدد النيوكلونات والبروتونات، هذا المطلوب منك، هي السيمتري ترم أيضا هو بنقص من ترابط. طبعا السي هذا كونستانت، الأي والبي والسي هذول كلهم كونستانت، بيعتمد بشكل عام على الفرق بين النيوترونات والبروتونات مربع على إيه، فبالتالي تشوف إذا كان عدد النيوترونات يساوي عدد البروتونات فهذا التيرم إيش راح يساوي صفر. أما إذا كان في خلل صح الـ N minus Z فيه خلل، يعني الـ N أكبر من Z أو الـ N أقل من Z، هذا التيرم راح يكون موجود وراح يلعب دور سلبي. ليش؟ لأنه في عندنا إشارة minus في هذا الموضوع. لذلك B asymmetry، asymmetry يعني هو تماثل مقصود فيه بين مين عدد النيوترونات وعدد البروتونات، لذلك سمي السيمتري، وهو يعتمد بشكل عام بشكل رئيسي على فرق النيوترونات والبروتونات للنواة. فإذا كان الفرق K
كبير راح يلعب دور كبير سلبي، إذا كان الفرق صغير بيلعب دور سلبي صغير، وإذا كان الفرق يساوي زيرو يعني زي الأنوية مثلا اللي قلنا عنها عدد النيوترونات يساوي عدد البروتونات صح؟ فبالتالي هذا بيلعب دور زيرو، بتكون زيرو بتكون قوة الترابط، يعني إحنا نقدر نقول خلصنا من تيرم يؤثر بشكل سلبي على ترابط النواة. طيب في شيء اسمه البيرنج تيرم، البيرنج تيرم اللي هي بيعتمد على نوع النواة، هل النواة عندها عدد النيوترونات والبروتونات ايفن ايفن ولا اود اود ولا اود ايفن؟ شو يعني ايفن ايفن؟ يعني زوجي زوجي عدد النيوترونات، او يعني زوجي عدد النيوترونات وزوجي عدد البروتونات، او زوجي عدد النيوترونات وزوجي فردي عدد البروتونات. هذا بيلعب دور كمان في الانويه. مثلا اعطيك مثال، نواه الاكسجين مثلا 8 16 عندها عدد البروتونات 8 زوجي، وعندها عدد النيوترونات ايضا 8 كمان زوجي، بالتالي هذه النواه راح نشوف انه ايش اكثر استقرارا من النواه اللي عندها عدد البروتونات مثلا زوجي وعدد النيوترونات فردي او العكس. ولكن الانويه اللي عندها اود اود لها ايش قصه اخرى، لذلك هذا التيرم بيعتمد هيو بهذه الطريقه، طبعا بيلعب دور سلبي الا في حاله واحده، طبعا هو هاي الدلتا لل even even، دلتا لل even even راح تكون ايش يعني إشارة موجبة، بينما لل odd even أو ال even odd tone راح تكون هذا كله التيرم تساوي صفر، دلتا راح تساوي ايش صفر. بينما إذا كانت النواة odd odd إذا كانت النواة أود أود راح تضلها إشارة سالبة. لذلك شو باجي بستنتج، البيرنج تيرم بيلعب دور جيد للترابط إذا كانت إيفن إيفن نواة يعني بزيد، وبيلعب دور اللي هو سلبي إذا كانت أود أود بضلوا نيجاتيف، ما بيلعب دور إطلاقا إذا كانت النواة even odd أو odd even. هاي إيش؟ هاي الثلاث أمور لازم الواحد إيش يعرف. جينا لخصنا سيمي إمبريكا، هذا اللي بيهمني آخر إشي، سيمي إمبريكا الماس فورمولا بدك تحفظ هاي الفورمولا بشكل عام حتى تطبق عليها. باينينج إنرجي اللي بتعتمد على النيوترونات والبروتونات، في عندك خمسة تيرم، 1 هذا بسموه فوليوم تيرم، الثاني اللي هو السيرفس تيرم طلع شرطه سالب، الوحيد اللي موجب هذا مؤكد موجب هذا. بعدين بيجي الكولوم، الكولوم تيرم هي هون سالب كمان صح، والاسيمتري كمان سالب، يطلع هذا سالب وهذا سالب وهذا سالب، هذول السوالب هذول بيأثروا بشكل عام بالايش بطاقة الربط. اذا السيرفس التوتر السطحي بيأثر بشكل نيجاتيف، السيمتري اختلاف عدد النيوترونات عن البروتونات بيأثر بشكل نيجاتيف، الكروم تيرم طبعا بيأثر بشكل نيجاتيف دائما لأنه تنافر بين البروتونات بيحاولوا يطلعوا برا بينما النواة بتحاول ايش تجمعهم. في عندك هذا التيرم الأخير هذا محير، بيرنج تيرم، هل نوع النواة ايفن ايفن او اود ايفن او اود اود؟ كانت ايفن ايفن هذا الإشارة راح تكون، إذا كانت أود أود راح تكون سالب، يعني عدد النيوترونات فردي وعدد البروتونات فردي. زي أعطيك نواة مثلا الليثيوم 3 6، عدد النيوترونات قديش؟ 3، وعدد البروتونات قديش؟ 3، 2 فردي، إيش أود أود راح يكون إيش الإشارة بالنسبة لها سالبة. بينما أعطيك نواة أخرى اللي هي اذا كانت اود ايفن او ايفن اود هذا ايش كله بصير صفر. اعطيك نواه مثلا البريدوم 4 9 قديش عدد البروتونات؟ 4 ايفن. قديش عدد النيوترونات؟ 5 اود. هنا هذا التيرم لا يلعب دور في هذه النواه، هذا التيرم اطلاقا بيكون ايش مصفر. بالتالي هذا التيرم طبعا هذا في عليه دراسات ماجستير، يعني
ممكن انك تضيف حد، لانه هسه بدي احكي لك قصه عنه. انه هذا هذه المعادله يعني صراحه عند الانويه الخفيفه ما بتعطي نتائج جيده، لكن اعطت جيده نتائج عند الانويه اللي فوق ال20 ايه، يعني اللي عنده ايه فوق ال20 يعني تقريبا اعطت نتائج جيده. مع مين؟ واحد بيقول لي ايش قارنتوها مع ايش؟ قارناها مع البايندنج انرجي اللي انتم بتعرفوها دلتا ام في سي سكويرد. فبالتالي لما تيجي تاخذ انويه ثقيله ممكن تعطي نتائج جيده، لكن عند الانويه الخفيفه ما بتعطي، وفي ديفيشن يعني في خلافات في هذا الموضوع. ممكن واحد يقترح في عندك مثلا يضيف تيرم اخر بيلعب دور، ممكن انت تكون انت شاطر تخترع يعني تيرم تفكر في موضوع معين، هذا بحث راقي، وتضيف حد معين يصير يعطي نتائج جيدة لكل الأنمية سواء خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة. لكن لحد الآن يعني في عليها تجارب إحصائية كثيرة في الموضوع، لكن في عندنا مشاكل. فبالتالي المطلوب منك هسه حاليا بالمال الفيزياء النووية كورس بكالوريوس تعرف هاي المعادلة صحيح، تطبقها وتعرف إشاراتها. إذا ظل الموضوع الـ A والـ B والـ C والـ D دلتا، هذول ثوابت. طلع البقية كله بقدر أطلعها من النواة، الـ A عدد النيوكلونات، شوف عدد النيوكلونات، هو عدد البروتونات، عدد النيوترونات، هذا مجموع البروتونات زائد النيوترونات، بروتونات هنا إيه هون إيه. طبعا ملاحظين إيش المشكلة عندي؟ المشكلة عندي بالثوابت. فهاي الثوابت طلعوها إكسبرمنت، لذلك سميت المعادلة سيمي إمبريكال، يعني هي مش 100% تجريبية. تجريبية لأنه طلعنا الثوابت من تجارب، ونظرية لأنه هاي كل يعني الكونسلتيشن اللي صار على هاي المعادلة هو نظري، الفوليوم والسيرفس والكولوم هذا كله إيش دراسات نظرية، صح ولا لا؟ طبعا هون أنا والله في حد لازم يكون إنه زد تربيعي، يعني لازم زد في زد ماينس واحد. العام أنا حكيت عن شوف نوت وي وينت باك تو سيميلر، بدل زد تربيع هون شو لازم تحط في المعادلة؟ زد ضرب زد ماينس واحد. هاي ايش الملاحظة المهمة اللي لازم تحطها بدل هاي؟ بالتالي المعادلة بتصبح زي هيك، لكن الصح بدل زد تربيع تحط هاي. الآن هاي سيمي امبيريكال موست فورمولا طلع عملت نتائج جيدة، طلع يعني في يعني لعب بعض الأنوية في هاي النظري، وطبعا هاي السيركل صغيرة اللي هي السوداء سيمي امبيريكال ماس فورمولا، الكرات اللي هي البيضاء بشكل عام اللي هي الطاقة العادية تاعت اينشتاين. طلع يعني في توافق عندنا في بعض الأنوية، لكن هون في خلافات شوية مش دقيقة 100%. طبعا في ناس دخل في شيء اسمه الماجيك نمبرز، هذا بعدين ليتر اون احكي لكم، يعني ممكن هذا يساعد انه يحسن من هاي الفورمولا ويضيف حد آخر سادس، شو عددهم؟ خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هذا بالنسبة للثوابت هذول، يعني في كتاب كرين موجودات، ولكن يعني أحسن ثوابت إلها هيها بدك تعرفهم، هي هي قديش هي كلهم وحداتهم ميف، هي موجودات دلتا زائد 12 لإيش للعد أد، صفر للعد إيفن ايفن اود، ماينس 12 للايفن ايفن. طبعا طلع ماينس لما تكون ايفن ايفن ماينس دلتا شو بصير؟ موجب. هاي دلتا ماينس بصير موجب. طلع هون لا تخربط، دلتا لما تكون اود اود ايش اشارتها هون؟ موجب. طلع هون لما تحط موجب بتضلها اشاره سالبه فبتنقص، عرفت كيف؟ بينما هون اشارتها سالبه، شوف عند الايفن ايفن لما تحط هون اشاره سالبه، سالب مع السالب شو بصير؟ موجب، بتزيد من الترابط. هاي ملاحظة مهمة. هذول الثوابت يعني بدي اياك تحفظهم انت، يعني مش تحفظهم او بجوز اعطيك اياهم انا، هذول الثوابت في حل المسألة ايا كانت. ممكن اقول لك اعمل لي مثلا طاقة الربط باستخدام سيمي امبيريكال ماس فورمولا لنواة البريليوم مثلا، بعطيك الثوابت كلهم تعوض محلية وتحسب الحسابات هاي وتشوف الثوابت. بس لا تنسى انه زد تربيع هو عك تعوضها زد تربيع، غلط، عوضها ايش بدالها؟ يا
زد في زد ماينس واحد. شو يعني زد في زد؟ يعني البروتون يتفاعل مع كل البروتونات ما عدا نفسه. لأنه ليش نقصنا واحد؟ لأنه البروتون مثلا كان خمس بروتونات، البروتون الواحد كم قوة بينه وبين الآخرين؟ أربع قوة. الخامس مع الرابع، والخامس مع الثالث، والخامس مع الثاني، والخامس مع الأول، ما بتفاعل مع نفسه، الخامس مع الخامس ما في، بالتالي إيش؟ حطينا زد ماينس واحد. هاي اللي بدي إياه منكم تعرفوها. الكونكلوجن تطلع يعني في عندك only makes sense for a أكبر أو تساوي 20. يعني إذا كانت a تساوي 20 وأكبر، يعني نسميها empirical mass formula، يعني منيحة، makes sense يعني لها معنى، صح؟ good fit، good fit for large a. إذا كانت good fit يعني تطابق، كانت a كبيرة. شوف هاي موضوع بحثي بشكل عام. فبقول لك deviation، في خلافات are interesting، يعني بقول لك شل effects، هذا ممكن احنا ناخذه في المستقبل لما ناخذ الشل موديل، بقول لكم ممكن تضيفوا حد هون في هذا الموضوع. طبعا انا راح اعطي سؤال على هذا الموضوع later on، واجب كثير حلو ومهم في هذا الموضوع. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.